هذا النظام وهنطبق ان شاء الله الاستراتيجيه النظام الجديد طبقا لتعليمات الخطه الشرقيه وزير التربيه والتعليم. النظام اللي احنا شفناه ده هيكون ليه عائد على الطالب. اولا يبقى في متعه في التعلم، بمعنى ان الطالب لما يجي المدرسه مش هيبقى في يعني تنافر من اللي وجوده في الفصل، لا هيبقى في عمليه جذب للنظام الجديد، زائد ان المنهج الجديد برضه هيعود على الطالب بان هو هيعمل تكامل لشخصيه الطالب.